حررني الله عز وجل من الوقوع في شرك الخصومات. أنا لا أشغل نفسي بالخصومة مع الناس ولا بالعداوة لأحد. أنا والله لا أعادي إلا الظلم والأشرار والمفسدين، لست عدوا لأحد حتى من أساء إلي أسامحه. كثير من الناس يأتوني بين الحين والحين يقولون أسأنا إليك نرجو أن تسامحنا. وأذكر من مدة قريبة اتصل بي أحد الشباب وقال لي أريد أن ألقاه. قلت له والله أنا مشغول يا ابني، قل لي في ماذا تطلب في التلفون ويمكن أجيبك. قال لي أنا أريدك أن تغفر لي. قلت له أنا أغفر لك؟ الذي يغفر لك ويغفر لي ويغفر للناس جميعا هو الله عز وجل. قال أنا أصلي أسأت في حقك، قلت عنك كلاما سيئا، أسأت بك الظن، كنت لا أعرفه، خدت كلام بعض الناس عنك وأعتقدت أن رجل متهاون في الدين ومتساهل وكذا، ولما اقتربت منك عرفت غير ذلك، فأرجو أن تسامح. قلت له والله يا ابني أنا مسامح ومسامح كل من أساء إلي، وأنا أقول من الآن كل من أساء إلي فأنا مسامحه، كل من أساء إلا من كان عدوا لديني أو عدوا لأمتي. حق الأمة لست أنا الذي أسامح فيه، إنما حقي أنا مسامح فيه، متصدق بعرضي وسمعتي على كل الناس، لست يعني فارغا حتى أشغل بخصومة هذا وعداوة ذاك. الدنيا والله لا تتسع لهذا، الدنيا أهون من أن يتخاصم الناس عليها، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا يعني يكون نصيب الإنسان من جناح البعوضة هذا؟ أنا لا أشغل نفسي بالخصومات والعدو، أعتبر هذه فطرة